موضوع الثالث التواصل في المجتمع. قصة الاستماع جيراني كأهلي. استمع إلى القصة من معلمك. ذات صباح في يوم جمعة اجتمع أبي معي أنا وأمي وأختي الرضيعة وقال لنا: اجتمعت معكم اليوم لأخبركم بخبر جديد، لقد تم نقلي في العمل إلى محافظة أسوان، وهناك العديد من الاختيارات، إما أن أسافر وحدي وأعود إليكم في العطلات والأجازات، وإما أن نسافر معا ونعيش هناك، فما رأيكم؟ ردت أمي سريعا: أنا أرى أن نسافر معا. فنظر أبي إلي وقال: ما رأيك أنت يا ياسر؟ صمت قليلا ثم قلت له: أنا مع رأي أمي، فإذا سافرت بدوننا فسنفتقدك كثيرا، ولكن... سكت قليلا فرد أبي: ولكن ماذا يا ياسر؟ ما الذي يدور بعقلك؟ قل لي ولا تخف. فأكملت قائلا: نحن نعيش هنا يا أبي في بيت العائلة، فتحتنا جدي وجدتي، وبجانبنا عمي وأولاده، وهذا يجعلنا نشعر بالأمان، خصوصا وأنت في العمل، فهم يساعدوننا ويهتمون بنا ويحلون لنا أي مشكلات نقع بها، فهل نستطيع العيش بدونهم؟ هز أبي رأسه وقال: معك حق يا ياسر، فأنا أيضا أشعر بالإطمئنان بوجود أهلي معي، ولكن للأسف علينا الاختيار. اخترنا جميعا أن نسافر مع أبي ونجرب خبرة جديدة في بلد جديد. في مساء أول ليلة بأسوان جلسنا معا، فقلت لأبي: هل تعلم يا أبي لقد استقبلنا الجيران استقبالا رائعا، فقد أحضروا لنا الغداء وجهزوا معنا البيت واشتروا لي لعبة جديدة لعبت بها مع أطفال الجيران، فأنا سعيد جدا. ذات نهار سمعت صوت والدتي وهي تتألم، فجريت عليها ووجدت وجهها أصفر وجالسة على الأرضية ممسكة ببطنها، فأخذت أفكر ماذا أفعل الآن. عمل أبي بعيد ولن يستطيع الحضور سريعا، ولسنا في بيت العائلة، فأستنجد بجدي أو جدتي أو عمي، وبدأت أختي في البكاء فهي جائعة، فقلت سأذهب إلى الجيران، وجريت إليهم وأخبرتهم بما حدث، فتحركوا معي بسرعة، وأخذ أحدهم أمي إلى أقرب مستشفى، وكلم الآخر أبي ليقابلهم هناك، وأخذتنا إحدى جارات أنا وأختي لنجلس معها، وأطعمت أختي فهدأت ونامت، وجلست ألعب أنا مع أولادها حتى سمعت صوت الهاتف يرن. إنه أبي، فقد كان في المستشفى وأخبرني بأن أمي بخير. رجع أبي وأمي من المستشفى وقال أبي: أنا فخور بك يا ياسر، فأنت فكرت وتصرفت بحكمة. فرددت: هل تعلم يا أبي، أنا الآن أشعر بأن جيراني كأهلي، لا يوجد فرق بينهم، فبفضلهم مر اليوم بسلام. نشاط واحد: أرسم موقفا تشاركت فيه مع جارك. طبعا في الجزء المخصص بالرسم هنرسم موقف
تشاركنا فيه مع جيراننا. ممكن موقف ان انا ساعدت مثلا جيراني العجوز، جيراني المريض، ان تشاركنا في الفرح، تشاركنا في عيد ميلاد، تشاركنا في حزن، اي موقف اقدر ارسمه في المكان المخصص للرسم. طيب نشاط 2، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1، اجتمع الأب بأسرته لإخبارهم بأنه سيسافر. يا ترى كان هيسافر ليه؟ للعمل، للتنزه، للعلاج؟ أيوة بالضبط، للعمل. رقم 2، للعمل. رقم 2، كان ياسر خائفا من السفر لبعده عن أهله، أصحابه، جيرانه. يا ترى هو كان خايف يبعد عن إيه؟ طبعا كان خايف يبعد عن أهله. اتفقت الأسرة على، يا ترى اتفقوا على إيه؟ إنهم سيسافرون معا ولا إن الأب سيسافر بمفرده؟ طبعا اتفقوا ان هم سيسافروا معا، انهم سيسافرون معا. استقبل الجيران أسرة ياسر استقبالا جيدا، سيئا، ضعيفا. لا، هم استقبلوهم استقبال جيد. السؤال اللي بعده، اكمل ما يأتي. عند مرض والدته طلب ياسر المساعدة من، طلب المساعدة يا ترى منين؟ أيوة، من الجيران. طيب، شعر ياسر بأن الجيران كأهله عندما، يا ترى متى شعر ياسر إن هم كأهله؟ عندما إيه؟ عندما ساعدوا والدته، عندما مرضت واعتنوا به هو وأخته الصغيرة. يبقى شعر ياسر بأن الجيران كأهله عندما ساعدوا والدته، عندما مرضت واعتنوا به هو وأخته الصغيرة. طيب النشاط اللي بعد، نشاط 3، صف كل صورة معبرا عن علاقة الجيران. طيب أول صورة عندي صورة ولد وبنت وماسكين في إيديهم باسكت القمامة اللي فيه مليان إيه؟ أزايز. طيب إحنا ممكن نقول إيه؟ ممكن نقول يساعد جاري في جمع القمامة. طيب الصورة الثانية.